السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرف على وجهة جديدة واللي هي طبعا السيركل أفاتار. السيركل أفاتار من اسمها هي عبارة عن دائرة ممكن إنه استفيد منها بالتصميم. طبعا أفضل طريقة لفهم أي وجهة هي طبعا الأمثلة العملية. لو عملنا كونتينر بهذا الشكل تمام، أو خلينا نقول نعمل سنتر حتى تظهر بالمنتصف تماما، سنتر أوكي بهذا الشكل تشايلد، في طبعا سيركل أفاتار بنكتب بهذا الشكل. طبعا في عدة بروبرتي، اول بروبرتي واهم بروبرتي مثل العاده هي للتشايلد تمام. لو عملنا تكست طبعا للتشايلد طبعا بيقبل ويدجت، مو شرط استعمل تكست، بس انا دائما بحب استعمل التكست لانه اسرع طريقه تمام بهذا الشكل. طبعا فظهرت عندي هون السيركل بهذا الشكل الدائره تمام، وفي داخله طبعا النص اللي انا كتبته. حنرتب الكود حتى نشتغل ونتعرف على الخواص بالتفصيل. المهم اول خاصيه حنتعرف عليها هي الباك جراوند كلر، اللي من خلالها ممكن نغير الكلر تمام للون مثلا احمر. طبعا شايفين اللون عم يتغير بناء على اللي انا بختاره هون بالباك جراوند كلر. ممكن نزيد حجمه من خلال الراديوس، مثلا هي القيمه الافتراضيه 20، لو عملتها 20 ما رح يتغير اي شيء، بس لو عملتها 30 حتكبر مثلا، لو عملتها 40 حتكبر اكثر. اوكي بهذا الشكل. طبعا حزيد حجم النص حتى يكون واضح، ستايل تكست ستايل بهذا الشكل. طبعا حاعطيه مثلا فونت سايز وليكن على سبيل المثال 30 بهذا الشكل تمام. حاعطيه هون لون اسود كلر كلرز دوت بلاك بهي الطريقه تمام. فبنلاحظ هون فعلا انه عندي للتشايلد في تكست وعندي دائره بكل بساطه، واللون الدائره هي بكل بساطه جايه من الباك جراوند كلر. هي فكره السيركلر افاتار بشكل كامل. طيب سؤال، اذا انا عايز اعمل صوره بدل لون، شو كيف ممكن اعمل هذا الشيء؟ قال بكل بساطه انا حاستعمل الباك جراوند ايمج، حاستعمل الباك تمام ثواني بس هون. طبعا حاستعمل الباك جراوند ايمج بهذا الشكل. الباك جراوند ايمج بتقبل طبعا ايمج بروفايدر، عندنا نوعين من الايمج بروفايدر اللي هي طبعا النايت ورك ايمج والاسيت ايمج. طبعا حاستعمل الاسيت، انت ممكن تستعمل النايت ورك تستعمل الاسيت ما في مشكله، استعمل اللي انت بتشوفه مناسب. تعلمنا الصور بشكل كامل بالفيديوهات السابقه تماما، اللي ما شافهم يرجع يشوفهم. اوكي اسيت ايمج، طبعا انا هون ضايف مجلد ايمجز في داخله صوره 1 جي بي جي وضايفها انا اكيد بالبسبيكت يعمل مثل ما شايفين بهذا الشكل تمام. فرح اروح هون بكل بساطه حاعمل ايمجز بهذا الشكل 1 جي بي جي بهذا الشكل تمام. فبنلاحظ انه ظهرت عندي الصوره بهذا الشكل وبشكل دائري. طبعا حتى طبعا للاسف هون الخلفيه بيضاء والصوره بيضاء فمو ظاهر الشكل الدائري. فبكل بساطة حأعمل أنا هون كونتينر حتى يظهر عندي. أوكي أعمل كلر، ممكن أعمل كلرز، حأعطي الخلفية لون أحمر. أوكي فبنلاحظ هون فعلا إنه السيركولار أفاتار أجبرت إنه الصورة تكون بشكل دائري، أجبرت الصورة إنه تجي بشكل دائري. أمتى نحن بنستعمل السيركل أفاتار؟ نحن بنستعمل السيركل أفاتار لما نحن نكون بحاجة دائرة، هي سواء كانت الدائرة فيها لون أو فيها صورة تمام. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم. بالتوفيق للجميع.